احنا ولا بنتكلم على حد ولا لنا علاقة بحد. لما حد، وبالمناسبة احنا شغلنا ان احنا ننور امور قد تحدث خلال الفترة اللي جاية. يعني مثلا شهر 8 ده هو شهر المطبات بالنسبة لاتحاد كرة القدم. ليه؟ لانه كل الاندية، مش انا اللي هقول الكلام ده، هتشوفوا حضراتكم بداية من اول 8 ايه اللي هيحصل مع ضغط المباريات، ومع ان شاء الله ربنا يكرمنا بكرة في مباراة الساعة 1 منتخبنا الاولمبي ضد منتخب الاسترالي الاولمبي. ان شاء الله لو ربنا كرمنا يبقى احنا اللي بيتقال ان مصدر طلع قال، ان مصدر من اتحاد كرة القدم طلع قال ان لو ده حصل احنا هنكمل، مش هنكمل، هنأجل المباريات لان احنا في الاسابيع الاخيرة، وبالتالي كل الاندية تحتاج الى لاعبيه، وده تمام، يبقى اختيار موفق جدا جدا، وبنشكر اتحاد كرة القدم على هذا الاختيار ده لو حصل. انا ده مصدر او معلومة جات لنا يعني. فانت عندك في شهر 8 مشاكل كتيرة جدا جدا جدا. هل سنلتزم بالجدول المعلن ولا هيبقى فيه كده وكده؟ مش عارف يعني. هل احنا عندنا جدول معلن؟ جدول المعلن ده بيقول ان الاهلي هيلعب يوم 2 مع كذا، ويلعب كذا وكذا وكذا لغايه يوم 12. طيب بقيه الانديه، نادي الاهلي التزم وسيلتزم ودائما بيكون ملتزم، الا اذا لو حد جار على حقه يعني. ولكن طالما هناك اتفاق ما بين النادي الاهلي واتحاد كره القدم بينظر في نادي الاهلي مع الاتحاد لمصلحه مصر، اذا هننفذ الاتفاق ده. النادي الاهلي بينفذ اتفاقه، قال لك خدنا من عندك 6 لعيبه، يبقى هننفذ اتفاقنا ونخلي اللعيبه يلعبوا مع منتخبنا الوطني الاولمبي، وفي نفس الوقت احنا هنلعب ماتشات الدوري عشان ما نزنقش حد. النادي الاهلي وافق على هذا الموضوع، بالتالي يتحمل هذا الموضوع، ما عندناش مشكله، لان في الاخر هي مصر، هي مصر اللي احنا بنتكلم عنها. ولكن لما تيجي بقى تبص لبقيه الانديه اللي مريحه بقى لها فتره طويله جدا وعايزه يتاجل لها ماتشات، يعني في انديه طلبت في بيان رسمي وتقال ان هي مش هتلعب المباريات القادمه، او مباراه اسوان في الكاس للزمالك، قال ان هو مش هيلعب مباراه اسوان في الكاس، مع ان اتحاد كره القدم حاططها في الجدول. هل ده هيحدث ولا مش هيحدث؟ هنشوف يوم 9 او قبل يوم 9 المفروض يعني، ولكن هننتظر. عشان كده احنا بنعلم وبنقول وبنوري وبنفتح وبنولع نور، بنضيء نور، علشان الناس بس تبقى فاهمه ايه اللي ممكن يحصل، والقصص اللي بتحصل ورا المواضيع. في حاجات ما بنقولهاش صراحه، ولكن دايما بنتكلم مع حضراتكم فيها. فانا دلوقتي بشوف ان احنا بنؤدي دورنا، ان احنا بندافع عن النادي الاهلي، ولكن كل واحد بيتكلم بطريقته وكل واحد بيتكلم باسلوبه. فاحنا ان شاء الله، او قلنا لحضراتكم من امبارح ان من الممكن ان نادي الزمالك هيلعب يوم 3 ويوم 6 في اسكندريه، فهو عايز ياجل ماتش اسوان يوم 9، او هو نادي الزمالك ومجلس ادارته له الحق تماما ان هو يدافع عن مصالحه. انا ما بتكلمش على نادي الزمالك، لكن انا بتكلم ان هو نادي الزمالك الكيس الوحيده او القضيه الوحيده اللي موجوده دلوقتي، ان نادي الزمالك طلع بيان وقال لك انا مش هلعب ماتش اسوان. خلاص؟ طيب، ونادي الاهلي هيلعب يوم 3، انا اسف، يوم 2 ويوم 5 ويوم 8 ويوم 12. اذا هناك اختلافات هنا بتخلينا نقدر نبص للموضوع بقى من زاويه ثانيه، هو ليه بيحصل كده؟ طيب، هل ماتش اسوان هيتاجل ولا مش هيتاجل؟ هل اتحاد كرة القدم سينظر لهذه المباراة، مباراة أسوان في الكاس مع نادي الزمالك مع أسوان، إن هو هيأجلها له ولا لأ؟ معرفش. اللي عندنا جدول بيقول إن في مباراة لنادي الزمالك يوم 9. فلو سمحت نلتزم بجدولنا، نشوف الجدول ماشي إزاي، والنادي الأهلي التزم بجدول المباريات تماما. العب كل 3 أيام مباراة، حاضر هلعب كل 3 أيام مباراة. العب كل 10 مفيش مشكله، هنستنى ونلعب. هتلعب من غير لعيبتك؟ حاضر هنلعب، مفيش مشكله خالص. وبالتالي النادي الاهلي يساعد في استكمال الدوري بكل الطرق اللي عايزها، اللي حضراتكم عايزينها بكل الطرق. طب هو في ايه؟ لازم نتكلم عن عشان كده انا بقول لحضراتكم ان شهر 8 ده هيبقى شهر مختلف، هيبقى في شهر فيه ازمات كثيره جدا، لكن ننتظر لمباراه بكره ان شاء الله. ربنا يكرمنا، يكرم منتخبنا الاولمبي في مباراته بكره ان شاء الله. ان شاء الله لو ربنا كرمنا وكسبنا احنا هنصعد الى الدور التالي، وبالتالي
هيبقى عندنا تأجيل لنهاية الدوري مرة أخرى. فده هنبدأ نتكلم فيه تاني، هل ستتم المؤجلات؟ تأجيل التأجيل 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 اسمه، يعني حاجات مؤجلة اتأجلت وبعدين اتأجلت تاني وبعدين اتأجلت تالت.